السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي ندير واحد الحلقه تسجيل شويه متنوع مختلف على ديال المعامله مع السرطان وكيفيه يعني الشفاء من السرطان والحميات وداكشي. كل يوم غادي ندخل لعالم ما وراء الطبيعه. اوكي انا كنت غنتكلم على السحر، لكن خصني مازال الوقت شويه، ما عنديش الوقت، باقي ما رتبتش الامور. الوغ اليوم غادي نتكلم على، وغتكون سلسله، هي غنتكلم اليوم الحلقه الاولى على كيفاش الراي ديالي انا والنظريه ديالي والتجربه ديالي في السحر. يعني كلمة السحر ماشي هي اللي كيفهموا المسلمين، بين السحر في القرآن تتعني شاملة لعدة الأشياء، بزاف تعني بزاف الحوايج، كتعنيش داك الطقوس السحرية، هذاك حاجة من، وبحال دابا هما زوروا هادي كيما عرفتوا، زوروا الجن، كلمة الجن الصلاة والجن هذا السجود، بزاف المصطلحات في القران شدوها وركزوا على حاجه واحده وهي شامله بزاف الحوايج، شدوها حتى غير قنتوها، داروها حتى في السحر. داكشي علاش انا خصني الوقت باش غادي نعرف شنو كاين، عارف الايات ديال القران كاملين اش كتعني بالضبط، اش من السحر تيتكلم على الله. اوكي نتكلم على السحر اللي هو اللي معتاد تعرفه الناس، يعني لا ماجين واخ سورسري. اوكي لا تقريبا في ديك 2013 وقعت احداث قبل، وكنا نبدا من 2013 بديت نحس براسي، ماشي كنحس براسي شي حاجه اللي كتحيطني، شي حاجه المبرسطاني، ما عرفتش ديك الوقت، ما عنديش معرفه، ما عنديش يعني ما عنديش اللي يوريني ومع من نهضر وداك الشيء، ولكن كنحس براسي سميتو. ديك الساعه انا كنت باقي مجوش، ولكن كان الصراع. اوكي كنت كنسافر ديك الساعه، كان عندي الرموك ديالي كنسافر وداك الشيء، وديك الساعه اللي كنتكلم عليهم العصابه اللي كنتكلم عليها، تنقول العصابه هما انواع، ثلاثة ديال العصابات، ولكن واش وحده فيهم واش كلهم متافقين وصلوا على ما عارفش، ولكن هاد العصابه ديك الساعه هما كانوا تابعيني انا، ما عارفش تنعرف والو، ما تعرفش شكون انا، ما تنعرفش كاع المعلومات اللي كان قلتهم في الفيديوهات السابقه، ما كنعرف فيها حتى شي حاجه. الوغ هادشي ما عرفتو حتى مؤخرا، من بعد واحد السنوات عاد بديت كنلصق كنحلل داكشي، عاد عرفت علاش هما كانوا تابعيني، واش وانا ما عارف داكشي، كانوا دي انفلتر، يعني تسلوا عن طريق ذكية، تسلوا عن طريق افراد العائلة، حتى انا في الميريكان انا عصابة وداخلين داخلين داك الجرائم كبيرة، ماشي مغاربة ومنهم امريكان امريكانيين. اوكي في 2013 تقريبا، وانا قبل وقعوا لي بزاف ديال الحوايج، تيجوني لي كوشمار بالليل، داكشي كنكون ناعس كيجوني دي كوشمار لي غراب، ماشي كوشمار عادي، داكشي ما كانش كيجيني بكري، ابو ما كانش كيجيني في ديك لا بيريود. المهم خدمت، انا كنت خدام مع واحد السيد، خرجت وخدمت واحد العربي هنا في كولومبوس فلسطيني، اش واحد قال لي راه باغي شي فورات وداكشي، وانا قلت انا بغيت غير ديباني على ما نمشي للمغرب، كنت باغي نمشي للمغرب ماشي شهرين ديباني مع شي حد على ما نمشي للمغرب. خدمت معاه وداكشي، وهذاك السيد غير ما تيعرفش لهذا البزنس، غير تلاح فيه، عنده فلوس شويه الفلوس وشرا رموكات وداكشي، ولكن ما تيعرفش فيه وما تيسمعش، دابا مع واحد الامريكية وداك الشيء. المهم انا ديك الساعة ما عندي تليفون، و
ما انت تستعملش الانترنت ديك الساعه، ما كان عنديش الانترنت. ساعة كنت كتشري الانترنت هو تطلق بها مؤخرا في امريكا، شي بورتابل شي راه ما كانش بكري. الانترنت ما كانش كيبيعوا لك مثلا ساعه كتستعمل ساعه في الشهر صافي كتسالي لك داكشي اللي شريتي خصك تعاود تخلص، كان غالي شويه ماشي بحال دابا. ما كانش عندي، ما كنتش كنستعمل مثلا، ما دا كنستعمل سنت غير الراديو، ملي كنكون صايق الراديو عندي القران عندي الموسيقى لي سي دي ديالي وداكشي كنكون صايق. كانش عندي الانترنت، كان شويه عندي شي حاجه الانترنت، وكنت كن من بس جاري داكشي. انا بديت كن هذا بديت كنبحث في الانترنت ندير هذا، تطلعوا لي وطلع لي واحد درت الرقيه، ما الرقيه درت وانا ندير الرقيه الشرعيه درت، ويطلع لي واحد السيد اللي طلع لي اسمه عمي حسن، عمي حسن من فرنسا ولا بلجيكا ولا كنعرفش، كبير مغربي باللحيه ولا تيقرا القران وداك الشيء وتي تيقرا القران وداك الشيء وتي هذا تي تيدير الرقيه تتصنت لي كدير لي زيكوت داك الشيء كتصنت. وانا بقيت كنتصنت وداك الشيء تكونسونطريت معاه. اول مره نديرها بديك الطريقه ما عارفش، بقيت نحس براسي شويه كنتحرك رجلي كيتحرك وداك الشيء، استغربت قلت اش هادشي ماشي. المهم هذاك الشيء دخلت الانترنت او تاني شويه بديت نعرف شنو هي الرقيه، شنو كدير تشد الماء تقرا على قران. سمعوا لي مزيان هذا الشيء راه علم كبير، هذا راه ماشي شي خزعبيلات لينا. شي واحد تيبدا يهضر ما تيفهم والو، لا اللي كيدير الرقيه فاهم ولا اللي ما تيديرش يعني سميتو ديتي كريتيكي دي تنقدها ما فاهم تا هو تا هو. المهم انا وصلت واحد البلاصه، واحد نقولو تراك ستاف فين كتدير المازوت تدواش يعطوك فوطات تدوش فابو ولا عمرتي المازوت. دخلت هذا شريت الماء عندي واحد سميتو، خديت الماء شت عندي القران تنقرا ايات القران على الماء كندفت داكشي. دخلت دوشت دوش خوش عليا داك الماء، نحس براسي مزيان ملي كنديرها كنحس براسي خفيف بزاف، بس بعديك شي طاقة أخرى كتزال سي فري ماشي. المهم درت تاو أنا مشيت للدار، عاودت خرجت مع تلت أيام ولا شي حاجة بحال هكا، وعاودت رجعت مشيت واحد هداك الفلسطيني قالي راه كاين عندنا واحد اللوط غدي لنيوهامشر. نيوهامشر انا ديك الساعة ما عمري مشيت نيوهامشر مع شركات اخرين، جامي مشيت نيوهامشر، مشيت في النورث ايست سما الشرق. وديك نيوهامشر واحد مدينة سميتها سومرزورث اس او ام او ار اس دبليو او ار تي اش وان وورد سومرزورث. هذا المهم ديك الساعة ما كانش عندي جي بي اس، غير ديراكسيون كتم غادي. كان عندي جي بي اس قديم ياه، ديراكسيون كتم تشوف الخريطة كتبت الخريطة. المهم تكلت على الله مشيت غادي في الطريق غادي دخلت مع فيلاج مدينة، هي مدينة صغيرة. انا داخل تيبان لي فيلاج في شكل انا مع عندي اكسبيريونس يعني كندخل المدن تنعرف الشعب كي ديالها كيدير بوبلاسيون ثقافتهم، يعني من خلال غير في السيركيلاسيون كنشوفهم كيفاش صايكين داكشي كنحللهم كنعرف واش اش من نوع البشر واش اش من يعني الاصول ديالهم واش انجازا، هذا كنعرف هاد المسائل الاقتصاد ديالهم كنعرفهم واش عندهم كرايم واش ما عندهمش لي قيم يعني. المهم دخلت لهذا المدينة تنقلب على لادغاس، وي مدينة قديمة شوية حتى داك الريد بريكس داك الياجور الحمر مبني قدام. نقلب على لادغاس شوية وانا بحال دست على ديك البلاصة خصني ندخل ليها، داك لي موبل اللي خصني ندخل ليه ولا داك البيلدين يعني ديك المبنى اللي غادي ندير لي فغيسون. دست عليه لان الدخلة ديالو شوية بحال مضيقة صغيرة، ما طاحش في بالي راه انا عارف هاديك لادغاس غتكون في هاديك لون دخوا. ملي قلت هذيك الدخله ما غاديش تكون ديك شي بلاصه يدخل لها الرموكات وداكشي، استبعدت هاد المساله هادي.
المهم فت واحد شويه ووقفت نسقسي واحد السيد، قلت له ودي راسك كاين واش كاين، راه هاد لادريس، قال لي راه في التيارة هي هاديك، قلت لي راه شتا، قال لي هي هاديك راه تدخل منها، قلت لي صافي مني تكون هي بالضبط ندخل، قال لي هاديك هي الدخلة اللي كاينة، قال لي كيدخلوا الرموكات من تما. المهم رجعت دخلت كندخل بحال داخل شي موبل واحد الشريطات ديالو داكشي، ودخل داكشي بني قديم، دخلت كاريت وداكشي، تبان لي مدينة بشكل لا نورمال الناس ديالها وداكشي، ها الدخلة على اللوطرو تبانت ليا، عقت بها حسيت بها. تما بديت كنعرف راسي راه تنعرف هاد المسائل، عندي داك التيليباتي داكشي، تما بديت كنقرا راسي، بقيت كنفهم راسي. كان داك نهار الجمعة، اوكي نزلت دخلت طلعت واحد السيد، هذا قال لي واخا، قال لي هذا ما انت رجع على روح للباب ديال الرموك وباكي في الداك وداكشي، قلت له ودي راه اللي راه فيا الجوع وبغيت ناكل، واش كاين شي ريستورون قريبه هنا شي على رجلي داكشي، قال لي راه جوج ساكوتي راه تقطع واحد هذا الباساج، قال لي على اليمين تمشي واحد 200 متر، قال لي عندك اليمين، قال لي كاين واحد ريستورون سناك بار هي وريستورون كيبيعو بيتزا داكشي، قلت له شكرا. دخلت انا، المهم دخلت نستعمل الطواليت، مشيت لريستورون هي الاولى، مشيت لريستورون هي الاولى، دخلت لريستورون ماشي بار، يا هو بار كونطوار و تيطيبو فيه، في ريستورون داخل تيطيبو، كتجلس في كونطوار ولا في لي طابل حدا اللور كتشرب ولا كتسميتو. الساعة كانت يمكن تقريبا جوج ديال العشية ولا الوحدة النهار الظهر تقريبا. المهم تيبانو ليا الناس شكل نورمال صراحة، يعني تيبانو ليا ماشي نورمال، ماشي ناس ميريكانيين عاديين، هذاك شي الافلام. جالس حدايا واحد تيشرب اون بيير، كيشرب جالس، وانا شويه تنهضر، انا مثلا يعني جريء شويه، تنبغي يعني كوريو، تنبغي نسقسي نعرف فهمتي، قلت له سمح لي نسقسك واحد السؤال، قال لي تفضل. قلت لي هاد البلاصة هادي، قلت لي راه دخلت هاد المدينة، قلت لي أنا كنسوق الرموك، قلت لي راه واحد السنين وأنا كنسوق الرموك، راه جيت أمريكا كاملة، قلت أنا ما عمري جيت هاد البلايص هاد المدينة، يعني جيت أول مرة كنجي للولاية، وقلت ليه يعني دخلت حسيت شي حاجة أنورمال في هاد المدينة، شنا هي؟ قال لي المدينة كلها مسكونة، هاونتد. واو، قلت ليه قال لي البلاصة اللي فيها أنت دابا جالس فيها هاونتد، قال لي مسكونة تاهي، قلت له راه بحال داكشي اللي كنت اللي جاتني في دماغي. المهم أنا كنت دومونديت تشيكن فيلي، نو فيلي ستيك ساندويش، ساندويش تيكون فيه داك ستيك رقيق، اللحم سلايسي رقيق، تيديرو تيغريليو في هذا مقلاة وتيحطوه مع شوية الخضرة في سميتو بين واصل، كان فيه الجوع. المهم خلصتهم عطاوني داكشي، على أساس نخرج على برا كونطوار لهذا الباريو، تيسميو باريو بالفرونسي، على برا كتخرج تاكل، تنخرج ناكل، أنا ما صافي منين عرفت هذا ما كليتش، ديت داك الساندويش وأنا اللي حفطت نسبي الحشاكم رجعت للرموك ديالي، عندي شي سناك خفيف هذا، داك الوقت باقي مصيفش الامور ديالي في الماغي، لان كنت باقي ديك الساعه ماغي، يعني ماشي بحال دابا يعني حتى دابا ملي كنت كنسافر من بعد قبل كنت كنسافر بوحدي وداك الشيء، كنطيب في الرموك كندير داك الشيء مزيان. المهم رجعت، ملي رجعت عاد هضرت مع واحد السيد، قلت له واش في الصحراء المدينة اش كاين واش كاين، قال لي راه اش كاين، اي قال لي راه كاع المدينة، قال لي لا بليباغ ديال المدينة كاملة مسكونة، قلت له علاش، قال لي انا ماتو الناس بزاف هنا وهادي ما تيعرفوش هما لي ديتاي، ولكن قلت له راه قلت له الطريقة دابا الموبل فين انا ندير ليفريزون، دخلت ليه طلعت ليه في شي 4 ايطاج ولا 5 ايطاج تقريبا قديم، ملي كتدخل ليه هو تيديرو فيه العود نجارة، فهمتي تيديرو فيه نجارة،
انا تنظن زيت العود، ديت لهم العود، يمكن ديت لهم العود، يا العود، وما عندهم من ويزغي تما. ودخلت يبانوا لي الناس خدامين، دي شومبر كولوار كبير موبل، وكولوار كتلقى الباب كبير، هذاك الشيء ديال الهريات المغرب البكري، الباب ديال الهري بحال الباب ديال الهري. كندخل كنشوفهم خدامين، هذا كندخل كنهضر معاهم، هاي هاي دوين هاتي، ما تسلم عليهم، ضريفين ماشي ناس يعني مأدبين. طيب معاهم تنقول لهم هذا شحال انتم خدامين هنا، شنو كديروا؟ تقول لك نصيبوا العود، انا قدام ما احتضرش معاه القديم، قال لي 27 عام وانا خدام في هذا الموبل، قال لي 27 عام. قلت له يعني اش بك هذا؟ قال لي عاجبني الحال وهذا. ما تطرقش معاهم في الموضوع، واش هي هذيك مو دابا 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 هذيك المدينه، هذيك لافي راه جات دابا هي في نيو هامبشير، جات على الحدود ديال المين، اوكي، سومرسورث. الفوق الفوق كاينه كيبيك، كندا كيبيك، كيبيك ليطاد كيبيك، كاينه موريال، موريال حتى هي جات في لو سيد ديال كيبيك، هي قريبه. دابا هذيك بلاصه كانوا فيها لي فرونسي الساتلرز الاولين اللي كانوا تما، زي فرونسي فرنش، حتى البني ديالهم الستيل ديالهم كان ستيل فرنساوي شويه، تما خرجوا مشاو داك السيفل وور ولا شي حروب عاد تما. الوغ المهم انا دخلت عندي ديك الساعه على الانترنت، دخلت درس هذا نيو هامبشير، بديت نعرف البوليتيك ديال نيو هامبشير، تنعرف هذا الغوفرنور. ديك الساعه كانت اول ما عرفت الغوفرنور كانت ماجي حسن، انا قريت ماجي حسن، ماجي ماجي بحال نيك نيم ديال لونجلتير الكونت بريتان. الوغ قريت ماجي، قلت انا ماجي حسن كره تكون عربي ولا عربيه، فهمتي؟ انا ما عرفتش. دخلت درت لي فوتو ديالها، بيضة زعراء عينها خضرين، قلت ربما يقدر، حيت هما النصارى ملي كتكون مرا مزوجه بالراجل تاخذ الكنيه ديالو، ربما راجل يكون عربي ولا ايراني ولا شي حاجه بحال هكا. وانا لقيت راجل امريكي زيد هنا ابن عن جد، وداك الشيء يعني تا هو ابيض، وداك الشيء غريبه يعني سميتها ماجي حسن، ماجي ماجي بحال قلت 2013 ديك الساعه هي طلعت، يعني كانت غوفيرنور من 2013 ل 2017. اوكي بقيت كنبحث شويه، وتنبحث وانا نطيح في الانترنت، طحت في هذاك بريتن وود. بريتن وود هو بريتن وود هو واحد الكونفيرونس كانوا داروا، واحد واحد مؤتمر ديال هادشي ديال الفينونس في العالم، يونايتد نيشن مونيتوري سيستم، مونيتوري اند فاينانشال كونفرنس، في 1944 من دارو من لو برومي جويي، من لو دو لو برومي جويي حتى لو 22 جويي 1944، وكانوا اجتمعوا شي 70 دوله دي زالي الاي. هو انترناشونال مونيتري فاند، انترناشونال هو اي ام اف، شي ديال الابناك، سيستم الابناك القروض، واش ما عارفين السيستم هو اللي خرب العالم. المهم منين مشيت هذا بقيت كنبحث، هو كان دارو اجتماع ديالو في واحد لوطيل سميتو، واحد لوطيل سميتو هذا سميتو لاس بريتن وود، لوطيل سميتو هذا سميتو مونت واشنطن، ولا ماش واشنطن مونت، واحد لوطيل كبير. وهداك لوطيل جا في واحد لوندغوا، واحد البلاصة سميتها بريتن وود، واحد الاريا سميتها بريتن وود، هي اللي عاد تسمى داك الكونفيرونس والمؤتمر. هو ريزورت، هو واحد البلاصة ديال السكي في الوينتر، في ليفيغ تمشيو الناس يديرو السكي اللي ناجا في الجبال، ماونت واشنطن ماونت في الجبال. وكاين داك لوطيل كبير بحال القصر، بحال داك الستيل ديال لونجلتير، لوطيل كبير هو بحال القصر،
ولكن هذا الاوتيل، هذا الاوتيل واشنطن مسكون، هانتد، من البلايص معروفة في أمريكا اللي مسكونة. إلا درتو راهي فسميتو البلاصة سميتها هذا، سميتها بريتن وود، باردون. هو هذا شتو، شي وراه جبال وشبا كيكون فيهم السكي. ولوغ يعني بغيت نقول يعني كاينه شي حاجه ديال هاد الشيء، الشعواده في هاد الشيء ديال الفينانس وديال المؤتمرات الكبار في العالم وداك الشيء. هادشي باش خدامين، كيفاش كيديروا هما ملي كيديروا هذاك الطقوس السحريه باش كيحققوا واحد الهدف ديالهم؟ ديك الطقوس السحريه ديك البلاصه كتسكن، نقولوا مسكونه وتدولوا للجن، نقولوا للجن متفقين. انا كنقول واحد الحاجه كاينه، واحد الكيان انتيتي كاينه، غير الاختلاف. انا كنقول هذيك الطاقه، هذا هو اللي كاين، تتسمى جين كاسم صفه ماشي اسم جنس. نعم تتسمى جين واحد الشكل، ولكن ماشي هي الجن اللي الله تيقول خصو يعبد، عبدتها والله. وداك الشيء هذاك راه نوع من الانس اللي خلق تاني من النار، راه هما نيت، هادو هما اللي مسيرين، هما اللي دخلوا هذا المؤتمر، هما اللي حاكمين دابا، هما اللي شادين هاد الابناك، راه هما بشر، هما تيعدونا من الجن. موضوع اخر راه تكلمت عليه باش ما نكونوش مختلفين في حاجه اللي نناقشوها سميتو. الوغ هما دابا هادو تيخدموا بهاد المسائل هادو. لا لا انا اش كانوا داروا، انا داروا دا خدموني بالسحور. انا ما عارفش، حنا ما عارفينش دابا علاش انا نايت تنهضر للعائله باش يسمعوا ويفهموا واش هما دايرين هذا، علاش هما خدامين. دابا انا كنهضر خدامين، هما دائما خدامين، انا خدامين، خدامين بالناس كانوا معايا، كانوا معايا في الدار خدامين بهم، فهمتي؟ انا ما عارفش، لكن انا باغي نفتح كلشي، كلشي غادي يتفضح، ما غادي نسكت حتى حاجه، ما غادي نخاف، غنفتح كلشي. هادو عصابات خدامين ما بين المغرب وميريكان. الوغ هاد انا منين لقيت كنقول انا كيفاش مشيت ديك البلاصه وعلاش، وكاين شي حاجه لابد تكون شي حاجه. المهم دينا سميتها سومرسات، بقيت كندخل نبحث حتى تعني سومر 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 ما سومر سات سومر وورث، ما عرفتش تعني، ما كاتبينش في الانترنت في سومر اش كتعني، ما عرفتش اش كتعني بالضبط. بقيت كنبحث سومر، لقيت سومرسات المدينه اللي في بنسلفانيا، اللي كاينه في اللي ديك الطياره ديال 911 كانت قالوا غتمشي الوايت هاوس، درب الوايت هاوس وطاحت في بنسلفانيا على 76، واحد الهاي، واحد لوطوغوت سميتها 76 مع 70، حدا هذا الاكسيت سميتو 110 شكوا. وهذيك البلاصة سميتها سومرسات، فين طاحت هذيك الطيارة فلات سميتها 93 93. اوكي شي في الانترنت اسمي، انا ديستان كنت مبرمج ديما كندوز على ديك البلاصه لوطورو ديما يعني كاين تشابه. دابا ديك هذاك سامرسات تتعني بالانجلي، هما بحال هادشي صعيب باش تلقاه في الانترنت، خصك تبقى تشاش باش تقرا المعاني ديال الكلمات، سي ازوتيريك شويه. تبقى سامرسات هي ملي كان الانسان تيدير واحد لو جيست، تيسد يديه وتيجبدهم تحت رجليه وتيجدو ودنيه، هادي كتسمى سامرسات. انا كاين معاني بزاف ولكن ما تعهطنيش بالضبط. الوغ حيت في 2002 كاتبين في الانترنت بان اليمين دوك الماينرز دوك اللي خدامين في المناجم في تما وحلو تراب دي غات ترابت، وحلو في واحد سميتو فور 77 ساعة. وهذا يعني كان واحد الغرق، داك المين غرق بالماء وداك الشيء، فهمتي؟ الوغ وعليها قال لك سماو الكريتر، داك واحد الكريتر هو داك اللي كيكون في تيكون في القمر بحال البركان صغيور. قال لك في مارس واحد البركان كريتر صغيور سماوه على سامرسات، هذه هي بنسلفانيا.
الوغ كاين داكشي، كاين واحد اللغه، واحد اللغه ديال ايزوتيريك، ديال هادشي ساتانيك بالضبط، ماشي الموضوع تم بعد ما هضر عليه وداكشي. الوغ ملي مشيت لتما خرجت، بديت كنبحث شويه، بديت كنعرف تنبحث علاش مشيت تما، هذا بديت نحلل شويه. هما ديك الساعه خدامين فهمتي، ونعرف لي ديطاي شكون كيفاش، عارف داكشي بلي داكشي كلشي غادي يخرج ان شاء الله من بعد. هما جاو داخلين في السياسه في امريكا، وداخلين ومنهم اوباما، وهذا منهم تا هو منهم، و اوباما هيلاري، هادو كلهم تيديروا هاد الشيء ديال الطقوس السحريه، كلشي داكشي خطير، شي خطير. السحور اللي كاين في المغرب تيديروا السحور في المغرب، غير كيضروا شي تيضر شي، ما هادو راه تيحكموا، هادو اللي السحار اللي تنهضر عليهم انا، هادو راه كياخذوا الثروات وتيحكموا البلدان وتيحكموا تيشدوا السياسيين في امريكا كيتحكموا فيهم، ماشي بحال نتوما تبداو ديروا مرا دار راجلها والاخ دار خوها، لا داكشي السحار هادو تنفعو من ناحيه، تنفعو بالسحر ديالهم. الوغ منين بقيت كنبحث، انا اول مره الصراحه، اول مره دخلت ولا شفت شي بلاصه، كان سمعت يقول لك دار مسكونه وداك الشيء وهادي وهادي، ولكن اول مره مشيت لبلاصه مسكونه، مدينه كلها مسكونه وعايشين، ولكن الايكونومي الناس خدامه، الناس تيبانو لك ملي كيتمشى، وتيبان لك انسان. على بالي نقدر اذا شفت شي حد، الا شفت شي حد من البعيد، الا شفت شي حد نعرفو واش مسحور عنده السحر، نعرفو انا. دخلتي بلا دار غير في التلفازه، نقول لك تبان لي غير في التلفازه، نقول لك ديك الدار واش مسكونه ولا لا، شحال مره تيكذبو تيبداو يجيبو لك شي كذبه ولا عادي. الوغ منين هذا كان باش كنبحث شويه، هذيك الساعه ما كانش عندي الانترنت صراحه، ما كنتش كندخل الانترنت بزاف، باش نهتم بداك الشيء، ولكن من بعد بديت كنبحث، دخلت بديت ندير الرقية، بديت نتعلم الرقية الشرعية، اش كدير هذا، كتصنت دوك الناس اللي عارفين واللي ما عارفينش، بديت كندير هذا سميتو، وانا نمشي للمغرب، مشيت للمغرب، مشيت بوحدي، ما مشيت لا عند خوتي لا مشيت بوحدي، كريت داك الشيء، مشيت عند واحد السيد تدير الرقية الشرعية السيدة، ما عارفش ديك الساعة يلاه غادي انا غنزل فواحد البلاصة في المغرب، وسقسيت واحد السيد قال لي انت غا التليفون سير عنده، قلت له شي واحد يكون نقي مزيان معقول، ماشي شي واحد، وفعلا داك السيد العمر هذا مشى دار لي الرقية، دار لي هذيك الرقية وداك الشيء، يعني الصراحة بني دار لي الأولى، دار لي الرقية الأولى، من ساليت خرجت من عنده ساليت، بحال كنت في ديمونسيون خرجت ديمونسيون اخرى، بحال شي واحد كان غارق وخرج من الماء، يعني بيزار، يعني داكشي غريب سبحان الله العظيم، بحال كتدخل لعالم اخر، كتحس بواحد الراحه، كان بحال كتحس بالصدر كان مخنوق كيتوسع الصدر ديالي، وتحس بيك بديت نتنفس مزيان، بديت كان فهمتي يعني كتشوف، كتبدا تشوف الحقيقه، كتشوف راه كاين اختلاف، كتشوف ما بين الاسود والابيض، كتبدا تميز. المهم هذا موضوع اخر، انا نخلص غير بغيت نقول لكم، يعني علاش انا اول مره غنمشي لواحد البلاصه اللي هي مسكونه ما عارفهاش، من بعد ما درت اول مره في حياتي الرقيه الشرعيه درتها لراسي، كان عندي مشاكل، كان عندي علاش، و يعني واش هادشي كيجي باش كتدخل واحد المجموعه اخرى كيبغيو يفكروك مثلا، واش الملائكه ولا تيبغيو يفكروك انك راك جيتي على واحد الحاجه خصك تفيق، حنا غادي نحاولوا نفيقوك، نزعزعوك شويه باش تفيق، او لا يعني شنو هاد الظاهره هادي، شنو كتجلى فيها، واش كت انسان باش كي يعرف انه راه خصو يفيق باش يدير واحد الحاجه، يبدا يتحرك، يفهم شي حوايج في حياته باش
تنمى الروح ديالو، او لا انا عارف السحر كاين، انا عارف السحارة اللي داروا داك الشيء، وعارف اللي تسخروا ليهم، وعارف العصابة هادشي انا فاهم، فهمتو بدي ديطاي. انا غير بغيت نقول بالنسبة لي انا علاش هادشي، لانني عارف التقمص كاين، يعني ملي تيكون التقمص واش كتجيب معاك هادشي، ملي كتجي التقمص تيكون واحد السكريبت، واش داك التقمص كتجيب معاه شي حوايج حتى هو خصك ديلي معاهم، لان ماشي غير جاي التقمص جاي تاكل وتشرب وتنعس وتضحك ولا تبكي وصافي، راه كتجي باش كتتمرن على شي حوايج. هذا هو السؤال اللي طارح دابا الان، وربما الاغلبيه اللي كيسمعوني ما يفهموش، لا بليبار ما غادي يفهموش، او لا بليبار كاع اللي كيعلقوا، الاغلبيه اللي تيعلقوا راه ما فاهميش وما غاديش يفهم. وانا منيس من تام الانسان اللي تيبغي يشارك في شي موضوع تيبغي يعلق ولا تي ما فاهم والو، لا تينوت شي واحد حتى تيبدا يعير ولا تيبغي يحشي الهضره زعما، ولا هذا هو واحد قال لي انا مريض خصني بغيت نربي الحياه كيفاش نوض. انت باين عم التصويره ديالك بين مورق، التصويره اللي حاط بين الطياره بلا ما بلا تجي تسقسيني على شي حوايج، شي راه واعر عليك سير بعد من القناه. هي هذيك هذا هو الحلقه الاولى استفسار، وغادي ندخل نبدا نشرح السحر في القران والمصطلحات اللي جا فيهم السحر، وغادي ندخلوا في حلقه ديال المسيح الدجال هو راه عندها علاقه بهذا الشيء. وان شاء الله هذه الحلقه الاولى، عاد ما تسمعوا شي حوايج، ما تسمعوا شي حوايج، اللي شار اللي كاين في هذه القناه كيسمع يكون محظوظ، ولكن غير يفهم شويه يحل يلصق يشد فيديوهات القدام هذا البلاي ليست ويلصق حاجه ما حاجه باش غادي يفهم شنو كاين. حنا كنعيشوا واحد الوقت اللي قد ما فهمتيش الحاجه قد ما كترجع للور، الانسان تيبقى بحال مبهور. دابا الانترنت وهادشي تيسحب راسو راه مبهور عنده كلشي، تي لا خصك تفهم راه ما تطلقوا الانترنت تلقوا على واحد الحاجه اللي غادي حنا نضروا منها. راه كاينه معلومات، انا دابا كتسمعوني كنقول بزاف د الحوايج، كاين معلومات كاين هذا، ولكن واش كاين شي حد تيتنفع من هاد المعلومات؟ كاين حنا كتنفعناش نو، ماشي بحال ابون بكري، بكري كان شويه داك الشيء شي شويه كان اي حاجه سمعتيها كتنفع منها كتحاول تستغلها تستغلها. اما دابا الانسان راه تيسمع 100,000 معلومه في النهار وما تيطبق حتى شي وحده فيها، هاكا تدخل تولي بحال انترتينمنت، تدخل لي منها وتخرج منها. الو غدا هو الموضوع الاول نهضر على السحر. و ومجيء الكولومبوس ماشي جا غعابات، لان هنا كاين السحاره بزاف مغاربه، هنا في كولومبوس تجمعوا بزاف عيالات ورجاله اللي كانوا دايرين مع بيا بزاف سحاره، ماشي مشكل انا ما اثروش عليا، انا تنهضر على السحاره العصابه اللي